السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، حلقة جديدة وجميلة الحروف المكسورة، وبعديها إن شاء الله هناخد كلمات مع المفتوح والمكسور، وإزاي نقرأ الحروف المكسورة مع المفتوحة، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. طبعا إحنا أخذنا في الحلقات السابقة الألف من الألف إلى الياء مفتوحة، وقلنا آ با تا ثا جا حا خا دا ذا لآخر الإيه؟ الحروف. اليوم وخدنا عليهم كلمات مفتوحة، اليوم هناخد الحروف المكسورة لكن عليهم كلمات بقى مفتوح مع مكسور. بس هنقرأ الحروف المكسورة إزاي؟ خليك معايا. مكسورة يعني أنا بكسر الحرف إي، ما بقول ما أقولش آ بقى آ، لا أقول إي بي تي ثي جي جي حي حي خي خي دي ذي 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 من الحروف اللي أسويها ذي، ها ري زي سي سي شي شي صي صي ضي ضي ها طي طي زي عي عي غي غي في قي 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 كي كي لي مي ني 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 هي 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 وي يي يي تي تاء مربوطه اهي بس مكسوره. ركز معايا، كتير بيخطئ في حرف الحاء والهاء، الحاء والهاء، ركز معايا، حاء 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 ودي هاء، مختلفه خالص بالشكل، لكن في كتير بيقراها غلط. حا زي حامد حمد، ينفع اقول همد حمد حا، ودي ايه ها هذا، ينفع اقول ايه حدا ها ها، ودي ايه ايه حا حا. طب مكسوره تبقى ايه؟ حي حي، ما اقولش هي، لا مش هي خالص، حي حي حساب حي، ها والهاء مكسوره هي هي هدايه هي هدايه، ها ركز معايا في حرف الحاء ها حي هي حي حي، دي اسمها ايه؟ هي 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 هي، انما دي ايه؟ حي حزام حي حساب حي هي. يا ريت معايا بقى نقرا الحروف دي مكسوره تاني، بس هنقرا الحرف وتقرا معايا ترد معايا، اي بي تي ثي ثي ثي، حط لسانك ما بين سنانك وانت بتنطق الحرف ده، ثي لانه من الحروف اللتويه. جي جي، اقرا معايا لو سمحت، حي حي خي خي دي ذي ذي، حط لسانك بين اسنانك، ذي ذي ري زي، شوف هنا بقى دي اسمها ايه؟ ذي ذي، حطيت لساني بين اسنان هنا؟ ما حطيتش لساني من الاسنان، قلت ايه؟ زي اهي، انا قافل لساني اهو، زي، انما هنا لازم اقول ايه؟ ذي ذي، ها؟ سي سي شي شي، شوف هنا قلت ايه؟ ثي ثي ثي، حطيت لساني من الاسنان، هنا
ما حطيتش لساني بين اسناني خالص. سي اهي قبل سيني اهو. سي شي شي صير صير. شوف صير. شوف دي اسمها ايه؟ سي خفيفه مرققه. اما دي اسمها ايه؟ صي صي غليظه ومفخمه. صي ها كذلك اهو. ضي 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 ها ضي ها. وين الاخرى مفخمه؟ ايوه طي طي. هنا هنيجي بقى عند بقى دي من الحروف اللسويه. عند حروف اللسويه الثي الثاء والذال والظاء. ضي 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 ضي. عي عي. غي غي. في قي 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 قي. كي كي كي. شوف القي ضخمه ومفخمه، الكي رقيقه. كي دي اسمها ايه؟ قي. لي لي. مي ني ني. هي 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 هي. وي يي 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 يي. مش اي يي يي يي. تي. طب دول يا استاذ اكتر من 28 حرف صح؟ لا هم مش اكتر من 28 حرف، هم 28 حرف ما عدا التاء المربوطه. ماشي؟ ده هنعد كتير يا استاذ كده، ده كتير قوي، ركز معايا بقى. ما احنا عندنا حروف لها شكلين، اي حروف مكتوبه باللون الاحمر لها شكلين اثنين. يعني لها شكلين اثنين ازاي؟ يعني شكل ياتي في نهايه الكلمه وشكل ياتي في بدايه او وسط الكلمه. طب خلاص، طب امال الهات يا استاذ لها اربع اشكال. تمام، شكل ياتي في بدايه الكلمه وشكل ياتي في وسط الكلمه وشكلين اثنين ياتوا في نهايه الكلمه. واحنا خدناها في الحلقات السابقه. ماشي؟ خلاص؟ ناخد كلمات على المفتوح والمكسور. واحنا اول ما كتبنا المره اللي فاتت قال لي ايه؟ اكتب لي ايه؟ الشين مفتوحة. اهي يا استاذ شين مفتوح يعني شين عليها فتح. شين عليها فتح. قال لي اكتب لي الراء مكسورة. ادي الراء مكسور. قال لي اكتب لي الباء مفتوح. الباء اهي مفتوح. نحط نفس النقطة على الشين معلش. قال لي اقراهم لي كده حروف الاول اهي. شين عليها فتحه تبقى ايه؟ شا. وراء تحتها كسره تبقى ايه؟ ري. اهي ري. وبقى عليها فتحه تبقى باء. قال لي طب اقراهم تاني كده. شا ري باء. شا ري باء. تعرف تجمعهم لي؟ ايوه يا استاذ هجمعهم لك. ركز معايا. ها الشين هنا. ايوه يا استاذ ده الشين لها شكلين اثنين. لها شكلين اثنين. ركز بس كويس. لها شكلين اثنين. انه شكل اللي بياتي في نهايه الكلمه اي شكل له جزء منه تحت السطر ياتي في نهايه الكلمه اهو. تمام؟ ياتي في نهايه الايه؟ الكلمه اهو. واهو. بس دول يا استاذ مختلفين. ايوه الكاف قاعدتها كلها على السطر لكن لها شكلين اثنين، يبقى واحد ياتي في بدايه الكلمه والثاني ياتي اسف، واحد ياتي في نهايه الكلمه والثاني ياتي في وسط الكلمه وفي اخر الكلمه. يبقى اي حرف له شكلين اثنين فيه شكل واحد منهم ياتي في نهايه الكلمه فقط. اما الشكل الثاني ياتي في الاول وفي الوسط، في اول الكلمه وفي وسط الكلمه. طيب الهاء دي لها شكلين اثنين ياتوا في نهايه الكلمه. وشكل ياتي في بدايه الكلمه وشكل ياتي في وسط الكلمه. ركز معايا. قال لي جمع لي هنا بقى. هجمع اهو. الشين دي تنفع كده؟ لا يا استاذ ما تنفعش كده. ده احنا عايزين الشين دي لان الشين دي هي اللي بتاتي في نهايه الكلمه. يبقى هعدلها اهو. واحط عليها الحركه بتاعت حركه ايه؟ الفتح اهو. ها؟ الراء تتصل ولا ما تتصلش؟ ايوه تتصل. طب ليه تتصل؟ لان الشين اصلا مد ايديها اهو، مد ايديها، يبقى لازم الزق فيها الراء، لازم اوصل بيها الراء. الراء تحتها يا استاذ كسره اهي. ركز معايا. ها؟ قال لي ايه؟ الباء. الباء. الباء تتصل بالراء؟ لا يا استاذ ما تتصلش. ليه؟ لان الراء من الحروف الست. ايه هي الحروف السته؟ الالف والدال والذال والراء والزاي والواو. الالف ركز معايا. الف ومكتوبه في الحلقات السابقه. الف دال ده هكتبهم لك اهم. الف
وألف مهموز، دال ذال راء زين واو. دول اسمه ايه؟ الحروف الستة. ركز مع الحروف الستة بتعمل ايه؟ الحروف الستة دي بتقول لك ايه؟ أي حرف من الحروف الستة دول إذا جه قبل منه حرف يتصل بيه يمسك فيه يعني، لكن أي حرف يجي بعده ما يمسكش فيه. أي حرف، أي حرف. حتى لو واحد منهم، حتى لو واحد منهم اهو، ما هي الراء اهي الحرف اللي يجب عليه يمسك فيه، لا ما يمسكش فيه، يبقى نعمل الراء الباء لوحده ونحط عليها الفتح ونقرا بقى كده. ها دي اسمها ايه؟ شا. ودي اسمها ايه؟ ري. ودي اسمها ايه؟ با. يبقى اهي شا ري با، شا ري با. افضل اكرر في الكلمه اكتر من مره، مره واثنين وثلاثه واربعه، وركز معايا واكتبها مره واثنين وثلاثه واربعه. وعشان ما تنساش اي حلقه بتشاهدها شاهدها مره واثنين لغايه ما تعرف فيها كل حاجه، وبعد كده بعد ساعتين اثنين ابدا راجع على الحلقه تاني، وبعد اربع ساعات راجع على الحلقه تاني، وتاني يوم راجع على الحلقه كده. شكرا، انتقلت المعلومه من الذاكره المؤقته للذاكره الدائمه. المخ له ذاكرتين اثنين، ذاكره مؤقته وذاكره دائمه. الذاكره المؤقته هي ايه؟ سريعه الحفظ وسريعه النسيان. يقول لي يا استاذ انا حفظت كله دلوقتي اسمعه لك. ايوه انت حفظته بالفعل، لكن انت ركنته بالذاكره المؤقته اللي ممكن بعد اربع ساعات او خمس ساعات تيجي تقولهم تاني تنساهم. يبقى عشان كده بقول نكرر الحلقه مره واثنين وثلاثه، نزلها على النت من على النت على التليفون بتاعك عشان ما تستهلكش عندك ايه؟ انترنت كتير. نزلها على التليفون على الجوال وابدا اقراها مره واثنين وثلاثه، واكتب بايديك مره واثنين وثلاثه، والكلمه تكتب بالتشكيل يعني بالحركات، وفي الصفحه الثانيه تكتب نفس الكلمه بدون حركات يعني بدون تشكيل. وحاول تقرا بدون تشكيل، ولما تتعثر عليه بكلمه ولا حاجه ارجع للكلمه اللي هي المشكله بتاعتها. يبقى هكتب الكلمه بالتشكيل ونفس الكلمه اللي اكتبها من غير تشكيل، ماشي؟ زي دي كده اهو. انا لو نطقت قلت دي ايه؟ شارب اهي. شارب. يبقى اكتبها مره بتشكيل ومره من غير ايه؟ تشكيل. ركز معايا كده كويس، تمام؟ ناخد كمان كلمه. قال لي اكتب لي حرف العين. حاضر، حرف العين اهو معروف العين. اكسره يبقى تحتيه كسر. لا افتحه يبقى عليه فتح. قال لي اكتب لي حرف الميم بس خليه مفتوح. قال الميم مفتوحه. قال لي اكتب لي حرف اللام. طب خلي الميم مكسوره. نخلي الميم مكسور يعني نحط تحتيها كسر اهي. ركز معايا. قال لي اكتب لي حرف اللام مفتوح اهو. اللام مفتوح. قال لي اقرا الحروف كده. العين مفتوحه دي اسمها ايه؟ عاد. ما اقولش عين فتحه عاد، لا لا خالص. الكلام ده خلاص، الكلام ده انتهى من زمان. ما اقولش عين فتحه عاد، ا فتحه ا، با فتحه، لا لا خالص. العين على فتحه انطقها على طول، ما انطقهاش اصل الحرف، لا انطقها وهي مفتوحه عاد. ها؟ والميم تحتها كسره مين؟ واللام عليها فتحه؟ لا. طب اقراهم كده مقطعين. ع مي لا، ع مي لا، ع مي لا. ما تقولش ايه؟ عمل. لا مش عمل. ع مي لا، ع مي لا. ركز في حكايه التشكيل كويس. طيب نقدر نجمعهم؟ قال لي جمعهم لي. حاضر، هشوف العين الاول. العين دي طالما فيها جزء فوق السطر وجزء تحت السطر تعرف على طول ان هي مش هي دي، بتكتبش بالشكل ده. ليه؟ دي بتاتي في نهايه الكلمة. يبقى هكتب اختها بقى الشكل التاني بتاعها اللي هو دي على السطر اهو. عاد. ها؟ الميم تتصل ولا ما تتصلش؟ طبعا ده العين مادة ايديها. طالما الحرف مادة ايده يبقى لازم الحرف اللي يجي بعده يتصل بيه على طول من غير كلام. ادي الميم. تحتيها كسر. قال لها ده الميم برضه مادة ايديها. يبقى هيتصل بقى الحرف اللي جاي بعده، حرف الايه؟ اللام اهو. ادي اللام. ها؟ قال لي اقرا كده. عا وقف
مي وقف لا وقف ع مي لا ع مي لا ع مي لا ع مي لا قبل اصرع ع مي لا ع مي لا ع مي لا كتبتها بحركات اكتبها بالصفحه المقابله لها من الدفتر بدون حركات ماشي. قال لي اكتب لي حرف الشين مفتوح. حاضر. ادي الشين مفتوح عشان اللي بيحب اللي مش عارف يجمع كلمه. الشين مفتوحه. قال لي اكتب لي حرف الهاء. حرف الهاء مكسور. طيب ده الهاء دي عندنا اربعه. قال لي اكتبهم لي يا سيدي. حاضر. ادي الهاء مكسور والهاء الثانيه يا استاذ اهي مكسور اهي والهاء ديت يا استاذ مكسور اهي والهاء دي يا استاذ مكسور اهي. قال لي اكتب لي حرف الدال مفتوحه. الدال مفتوح. قال لي اقرا لي كده الحروف دي. شين على واحده ايه؟ شاء. مش هننطق الهاء ما هي كلها مكسوره بقى هننطق واحده بس. شاء هي دا شاء هي دا شاء هي دا شاء هي دا. برافو عليك قريت الحروف سليمه. تعرف تجمعها لي؟ اجمعها لك يا استاذ بس انا عندي اربع اشكال لحرف الهاء هختارها انهي واحده؟ ركز معايا كويس جدا. هكتب الشين الاول. هل الشين دي تاتي في بدايه الكلمه بالشكل ده؟ لا يا استاذ لا ملهاش شكل مش الشكل ده خالص. امال انهي شكل؟ الشكل ده يا استاذ اهو. برافو عليك. شاء. ركز معايا هختار انهي هاء بقى فيهم؟ مش الشين ماده ايديها صح؟ هختار انهي هاء فيهم؟ ها ما ينفعش اخد دي. ليه يا استاذ دي؟ لا ليه؟ لان الاثنين دول بياتوا في نهايه الكلمه. واحده بتاتي في نهايه الكلمه اذا كان الحرف اللي قبلها مدت ايده زي دي كده. يعني لو عايز اكتب بعد الشين هاء بس وكون في نهايه الكلمه هختار الهاء دي. ليه؟ مد ايديها للشين ما هيمسكوا في ايدين بعضهم. ماشي؟ طيب امال الهاء دي؟ الهاء دي تاتي في نهايه الكلمه اذا سبقها حرف من الحروف السته دول. لو لو كلمه اخرها راء او زي او واو او دال او الف وبعدها هاء تكتب هذه الهاء. ما تكتبش ليه؟ لان ده ما بيتصلش. ما ينفعش احط الهاء ديت. هل هوصلها بايه؟ بالواو؟ ما تنفعش يبقى اختار الهاء دي. طب يا استاذ انت ايه؟ قلت لنا طب احنا عايزين نكتب الهاء اللي في النص دلوقتي. الهاء اللي في النص، ركز مع الهاء اللي في النص، انهي واحده فيهم مد ايديها الاثنين؟ انهي واحده فيهم مد ايديها الاثنين؟ ايوه يا استاذ دي، يبقى دي اللي هتكتب. طب ليه هتكتب ليه مد ايديها الاثنين؟ لان بعدها حرف يتصل بيها اهي. ادي الهاء. ها بعد كده حرف ايه؟ الدال. الدال يتصل باللي قبله؟ ايوه تتصل باللي قبله اهي. ادي الدال واحط عليها فتحه والهاء تحتها قصر. ها شا هي دا شاهدا شاهدا شاهدا. ناخد كمان كلمه قال لي اعمل لي حرف الفاء. قال الفاء يا استاذ حط عليها فتحه اهو اقراها فاء. قال لي اعمل لي حرف التاء. قال التاء يا استاذ حط تحتها كسره اهي اقراها تي. قال لي اعمل لي حرف الحاء. الحاء حط عليها فتحه اقراها حا. طيب رحت انا جاي مزود له كمان حا عشان اختار حا. قال لي شبك لي الثلاث حروف الاولانيين في بعض. ماشي بس بعد ما تقراها يعني من غير دي من غير دي خالص. ها فا تي حا فاتي حا. طيب يبقى الحرف الكلمه اخرها ايه؟ حا. هختار الحا دي ولا الحا دي؟ انهي واحده فيهم؟ برافو عليك.
اللي هي ذات الكأس أو شبه الكأس اللي لها جزء فوق السطر وجزء تحت السطر، برافو عليك. أما دي ما تنفعش، ليه ما تنفعش؟ لأن دي عايزة حرف لسه هيتصل بيه، وهي أصلا الكلمة أخرها حرف الحاء. يبقى ناخد إيه؟ الكتابة دي، ركز معايا وأنا بكتبها. أدي الفاء. أعملها إزاي؟ أعملها كده وألزق في التانية جنبها؟ لا لا خالص، الفاء عشان أكتبها وهي في بداية الكلمة بكتبها زي ما هي كده، رأس ورقبة وقعدة. شوف القاعدة بقى، أنا فردتها أهو، فردتها، فردت إيديها، إيديها المعوجة دي فردتها على السطر. التاء نفس الكلام، هاخد الجزء الأولاني منها زي ما هي أهو وأفرد الباقي، وأفرد الجزء الثاني. إيديها الثانية لازم أفردها. طب الحاء، ركز معايا بقى في كتاب الحاء والخاء، والحاء الجيم والحاء والخاء والعين والغين، والعين والغين. إذا جم في نهاية الكلمة لازم ترفع الحرف اللي قبليهم لفوق شويه كده، له سنه كده. ليه له سنه؟ لان الحاء نصها تلتها فوق السطر وتلتها تحت السطر، يبقى عشان اكتبها صح ما اكتبش كده. واروح جاي عامل كده. غلط. ليه غلط يا استاذ؟ لا انت كتبت لي دماغ الحق على السطر، هي اصلا راس الحق فوق السطر، يبقى هعمل ايه؟ برفع سنه لفوق الحرف اللي قبل الحق. طب كل ده بينطبق على كل الحروف؟ لا مش على كل الحروف، على الحق، على الجيم والحاء والخاء والعين والغين، هم الوحيدين اللي لازم يبقوا لهم سنه فوق السطر، لهم سنه فوق السطر، يمسكوا عليها، يمسكوا فيها اهو، العين والغين، الباقي لا طبعا. بالشكل ده نكون انتهينا من حلقه اليوم. هناخد بعض كلمات املاء بس يا ريت بالتشكيل، ويا ريت تكتب لي بايدك في الدفتر وتصورها لي على الواتس. لاعيبا، لاعيبا، فهيما، فهيما، شاربا، شاربا، اكلا، اكلا، ناصرة، ناصرة، شفت صي صي صار ايه؟ ناصرة، كاسبة، كاسبة، قادمة، قادمة، قا وليست كا، قا، قادمة. نكتفي بهذا القدر، وأي استفسار، أي تواصل، أي حاجة صعبة عليك تواصل معايا على الواتس أو على الهاتف على 010-211-69941 أو من خارج مصر 00-210-211-69941. ولقاء آخر، أحبكم في الله وكل عام وأنتم بخير. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.